بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. كيشتينا صدو بعد اسم لنافيتي للجنس، يعني يكي ترمى لا ملحقات منصوبات اسم لا يكاك أو لا ينفي جنسك. ويفر من قال واسم لا لنفي الجنس، اسم لا ونفي جنس إذا كان مضافا أو زمانك مزاف يا شبه مزاف يا كردو يا وكلا غلام الرجل عندك، يعني مزاف مزاف ولا نكيرة. شو نقر إذا فكر بلا معرفة هو يبقى معرفة اسم لا معرفة يعني أول يبقى منصوب أو مضارعا له يا مشابه به بو مزاف شبهتي بمزاف به، يعني هر وكو شون مزاف ببي مزاف إليه تواونا به أو ببي ما بعدك تواونا به بعبارتك كتر وجه شبهك آبم شيوية لبين مزاف ومزاف لا رابطة هي أولك وزيفيك هي ودومك وزيفيك، يعني أولك عملك على دوميك دي دوميكش تخصيصي أولك أدا دي أوشك إما بيجن شبه مزاف هر أو حالته هي أولك بو دوامك عامل لدوامك ودوامكش مخصصة بو أولك على وكوشي وكو لا خيرا منك عندنا، يعني شاكتريك لتو للاي إيمانية يسا خيرا نشبه مزافة شنك عملك رولا منك باشا اسم تفضيل أو منك يش أو تخصيص دعوة على شن لا خيرا منك عندنا. أقول الضرب السادس من ضروب الملحق بالمفعولي اسم لا لنفي الجنس إذا كان مضافا. ضرب بشي ششم لبشكان ملحق بمفعول اسم أو لا يكبون في جنسا أو زمانك مزاف به وكو نحو غلام لكيدا غلام في لا غلام رجل عندك أو مضارعا له يا شبيه بمزاف به، يعني شيء أي مشابها للملافي مضارعا من أي مشابها مشابه به مزاف، يعني شبيه بمزاف به وكو خيرين نحو خيرين لكيدا في لا خيرا منك عندنا. وإنما ألحق بالمفعول وشيء أمام الحق لا مفعول لأن لا بمعنى النفي شنك لاك معنى نفي جيني فما بعدها في معنى المفعول، بس أجر أو معنى نفي بدا ما بعدك إلى معنى مفعول عابي حالبي وكبري نفي ما أويك بيته مثلا نفى غلا يا نفيت غلام الرجل عندك حالبي. قال وأما المفرد فمفتوح، أما اسمي لا كأجر مفرد به نقوى جيني داخل ندا مبني أبو لسلم، أما مبني أبي لسر فتح، يعني ألبت بعجواب بيوتها مبني أبي لسر ما ينصب به، يعني علامة نصبك كي بتشي به نصبك كي شي بواء به حالوي. ولي أجر مثلا مفرد به يعني مفردي برامبر تسني وجمع به أو اختم مبني أبي لسر فتح بويا وتلو، أما المفرد فمفتوح يعني فمبني على الفتح. وكلا غلام لك عندنا إذا غلام إذا فنك راوة حالوي بس كواتا بلي لتقديرا مفعولة، يعني لأصاب محل منصوب مفعول كرة محل منصوب اسمي لا نجم مفعول بخشة لمعنى مفعول آية بلام إذا كان مبني ولا سر فتح كأجر غلام شن كمسا اسمه كي مفردة مسا أجر معرب وإعراب كيبة فتحة أبو نصب كيبة فتحة أبو يكوا تأجر نصب كيبة فتحة ب إذا مبني ولا سر فتح. أقول اسم لا لنفي الجنس إنما يكون منصوبا إذا كان مضافا أو مضارعا له كما مرة. اسم لا بنفي جنس تنها زمانك منصوب به أجر مزاف يشبه مزاف به كما مرة. وأما المفرد أما مفرد أعني غير الملافي والمضارع له باشا ما بستي من أو اشتبايا والمضارع له أعواب يشي كقستي من بمفردك غير مزافة وغير مضارع له غير مشابه، يعني أول شيء غيرك أي بسر عبيته عاتفته بسر مزافك أنا بسر غيرك أو فمفتوح
يعني شيفة مفتوح أي يجب أن يبنى على الفتح، يعني واجب مبني كريه لسر فتح يا يعني لسر نائبي فتح. نحو لا غلام لك مثلا قرب جي غلام لا غلاميني مثلا تسنية به أو مبني لسرية مثلا. أما البناء أما مبني بنا قيل برشيا وش اسم لا مبني أبي جوابك جالب ذاته ألف لأنه جواب عن سؤال مقدر. شك أو لا غلام لك عندنا جواب سؤالك مقدر شون كأن سائلا قال باشا وكما السائل برسيار كري برسيوتي هل من غلام لي عندك آيا بو من غلامك هيا للايتو عميني لسر بو سؤالك. فقيل في جوابي لا غلام لك عندنا وتراوى لا غلام لك عندنا دي أوه تراوى وحل حركة وكان من الواجب واجب وابو عشان السؤال جواب متابقي سؤال بي وابوتا أيو قال بوترا لا من غلام لك عندنا أبو أوابوتا لا من غلام لك عندنا بزيادة من بزيادة من منك إلى سرواه بوشي ليطابق السؤال الجواب لبرويك سؤالك مطابقي جوابك بوايا بو يا ليطابق السؤال الجواب أبو أوابوتا باشتر حالبي شكا سؤالك بلا وكراوة أمر جوابك أشي لسر مطابقي أولي كاك حاجي. السلام عليكم. السلام عليكم. جاء مجارة بلي لكنهم حذفوها من الجواب بلان أوان مين كان لجوابك حذف كروه باشا لوقت جواب باشي بقرينة السؤال شوك لسؤالك هي لازم ينكردو بيانو دي لبروا فتضمنها الجواب جاء جوابك أي سمينك إلى زمن قرتوا حالب لا دي ما دفل كواته واحتاج إليها كواته احتياجي هي أو جوابه بو حرفة حالب ما دامك احتياجي بياكر وأشبه بذلك الحرف بس أو اسمي لا بو احتياجيك هيتي بولا حرفك شبهه بحرفه أي باشا أي بو مبني بولا سحرك أخو أصلا مبني عويلة سرسكون بي يجي. وأما البناء على الحركة فللفرق بين البناء اللازم والعارضي. أما كمبني بولس الحركات أو بوه فرق ببين بين بناء لازم وبناء عارزة. شنو بناء بنائك عارزي وخلص غلام لأصلا مبنيني ببناء أو موقعية وكتيا قراري قرتوا مبني بوه بس بناءك عارزية كواتا بناء عارزي شبهاتي بمعرب ويوق معرب حركي هي بقى مش حركي ببين. أما أي بوشي مثلا لنا وهرسي حركك فتحي بودان راوة با مبني بوالا سر كسر با مبني بوالا سر ضم. أما البناء على الفتح فلخفة الفتحة أما مبني بوناك إلى سر فتحة لبرويك فتحة خفيفة حربي وقد يحذف اسم الله إذا كان معلوما جاري واشي اسم الله حذفك ريا ولا بوشرتين معلوم به وكو لا عليك كأولا على مثلا كاريك كأمانة فلان كارم كردوها تقول لا عليك قيناك يعني لا بأس عليك يعني كيشي يغنيه مثلا منظور بي اويا جاولي واتو باسك وحزك عليك كو يشدو توا موافق بشرا لا امدانيش من ما هو لا تعب